تحيات جيشنا الباسل وبطولاته في قهر الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار. نالت بلدة القصر في البقاع اللبنانية عند الحدود السورية اللبنانية نصيبها منه، خاصة بعد تنظيف الجيش العربي السوري لمدينة القصير من الإرهابيين الذين كانوا يقومون بقصف تلك المنطقة بالقذائف، ما يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية. يعيش أهالي بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية حالة اطمئنان وسكينة بعد أن توقف هطول صواريخ المجموعات الإرهابية المسلحة عليهم، وذلك غداة تحرير القصير بفضل بواسل الجيش العربي السوري. ايه، بالنسبة قبل تحرير القصير كان في هالوضع، وكان في خطف واجرام وقذائف، يعني من فترة شهر او شهر وخمس ايام اخر ثلاث قذائف، واستشهد شاب من هون عنده مطعم، يعني ما عنده لا مقاتل ولا شيء، قذيفة ما عنده مشكلة، يعني بيلو محي العشوائي، يعني ما عنده لا نقطة عسكرية ولا مدنية ولا جامع ولا ما عنده لا مدرسة، ما استسلم شيء ابدا. ورجعت الحياه طبيعتها والحمد لله، صار الوضع كثير كثير منيح، والعالم نفسيتها ارتاحت، واكيد كلنا مبسوطين الحمد لله. الدولة اللبنانية ما اجت كشفت على الاضرار وقدمت تقرير بهذا الموضوع. انا امبارح كنت عند القائم مقام، ساعات القائم مقام الاستاذ طلال القطايا، وحكينا بهذا الموضوع على اساس بده خاطب الدرك اللبناني من المخفر مشان يقدم ما حاضر بهذه المسائل هي، فبنتمنى انه عجلوا بهذا الوضع لانه بده هي كمان الناس في اضرار ماديه وحتى بشريه ساقطه. ويؤكد أهالي بلدة القصر أن علاقتهم مع أهالي منطقة القصير المجاورة لهم كانت وستبقى من أفضل العلاقات مهما فعل الإرهابيون لتخريبها. كل شيء نحن كنا نستعمل من سوريا، بتعرفي هون غلى المعيشة، المواطنين مش قادرين تشتري من هون، فنضطر ننزل على سوريا كرمال نشتري الأغراض. ولما وجدت المجموعات المسلحة على القصير؟ ما عاد حدا يسترجي ينزل لتحت الساقي، يعني مش على القصير لتحت، بس الحمد لله بفضل الجيش السوري الحمد لله حرروه وصرنا قادرين نروح هلا. ويقول أهالي منطقة القصر أن وجود المجموعات الإرهابية المسلحة في القصير كان كالكابوس بالنسبة إليهم، وكغيمة صيف عابرة مرت عليهم وعلى أهلهم وأشقائهم في القصير الحرة الأبية. من منطقة القصر في البقاع، سناء علوي للتلفزيون العربي السوري.